ماشي بطيب شي شي كليلة ما تخممش برشا يا غالي ما فيها شي يا مدير تصلح راهو سالي بيانفيني في ليل الخسارة مع حمادي بربيشة في إذاعة راديو إي إف إم 100.6 100.6 باهي عفست اليوم كيفاش نحيو ندا من دار كيري ولا مليك الكلكم تحبوا تكونوا ريوسكم في دار فيلا بورتمان وتبداو تتفنوا في الارشيتكتور متاعها وديكورها صحيح هو باش تعملوا حاجة ليكس ولا باش تاخذوا دار تحفونا أمام الفرحة وتلموا الدار تعجبكم ما تثبتوش فيها نداء ولا لا لا ويبدأ العرض في الشتاء ويترنخ ويتنفخ ويولي نداء وبالوقت يسرح ويخضار ويكحال وبينسير يلزمكم تقضيوا عليه خاطر يمرض ومش باهي للصحة وبالنسبة ليكم الحل الوحيد هو تجيبوا دهن يخرقش البلاصة المندية ويعاود يدينا من جديد في ليل الخسارة مع حمادي بربيشة الحل موجود باش نحيو نداء من الدار أي يا غالي تاخذوا دبوسة بلاستيك تقصوها شوية من الفردية الفوقانية بمقص ولا كيتو من بعد تاخذوا شوية قطن وتحطوه في قاع الدبوسة المقصوصة توا تاخذوا الفردية الفوقانية تحلولها الاخطام ديحة وتحطوا على فم الدبوسة كعبة قطن مطروحة دي قطن دي مكيون تاع المكياج تكبسوا القطن بلاستيك ومن بعد تقلبوا الشطر الفوقاني وتحطوه في وسط الشطر اللوطاني بتاع الدبوسة تيل سورت فم الدبوسة ديريكسيون القطن اللي في قاع البارتي الثانية توا بعد ما صنعتوا الدبوسة العجيبة ما بقالكم كان بيصبوا شطير كاسم الححرج في وسط الشطر الفوقاني وهكا الآلة العجيبة حاضرة باش تقديركم عندها مدة وماذا بيكم تحطوها في كوام الكوانات بتاع الدار حمادي بربيشة يودكم بعفصة أخرى زيدة سهلة مهلة وما فيها شيء جيس تاخذوا صحفة وتحطوا فيها كعبة بصل مقشرة وتفركوها بيديكم ومن بعد تحطوها في كوام الكوانات حقا باش عينيكم ما تدمعش ارجعوا لعفصة البصل بي ولا نسيتوها يلا ليل الخسارة بتاع اليوم وفيد مرسي خاطر تبعتونا يدما في عفصة جديدة مع حمادي بربيشة باي باي يا غالي ما فيها شيء يا مدير تصلح راهو بي